أهلا. أمال أمال أعتقد. أمال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة. أهلا وسهلا. مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. هايلة. الحمد لله. منين أنت؟ من الغواط؟ من أفلو ولا الخنق ولا حسير الرمل؟ أفلو. أفلو. مرحبا بك. خير الناس. مرحبا بك. إيه واش راكم؟ حبيت نسقسي الدكتور معليش. أكيد. تفضلي. مرحبا بك. أنا يا أم عندي زوج بنات وعندي ولدي صغير عنده 6 سنين، حبيت نسقسيك. هو الاب تاعو متوفي، شغل عنده يهضر كيما البنات، يحكي كيما البنات، يقول لك راني جيعان، راني بردان، راني خايف، راني جيعان، راني. كيفاش اللي جات تاعو كيما البنات ولا الاحاسيس تاعو خواف؟ اها ماشي خواف، سالمو اللي عايش غير هو والبنات، الاب تاعو متوفي. يلعب اكثر مع البنات ولا مع الذكور؟ لا 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 لا، يلعب مع البنات، مع خياته. والالعاب تاعو وش فيهم الالعاب تاعو؟ فيهم كابوسة وسيارة وطوموبيل ولا فيها دمية وحاجة غوز وحاجة؟ لا لا لا، يلعب بالسيارات. نورمال. يلعب بالسيارة، ما يلعبش بالبوبية. لا لا لا. هاي مليح الحمد لله. هاي كملي اختي. سمعينا من الهاتف من فضلك أمال، سمعينا من الهاتف وخفضي صوت التلفاز. ايه حبيت نسقسيك برك وكتسلمو اللي الاب تاعو متوفي ما عندوش شغل الذكر اللي يربيه، انا هذه اللي خايفه عليه، خايفه يكبر كيما البنات. اسكو امل تخليه يخرج برا ويلعب مع صحابه؟ لا لا لا، خافي عليه بزاف. خلاص دوك نجاوبك الاخت، راح تسمعي الاجابه. ما شكرا جزيلا. هذا المشكل يقع فيه كثير من الاولياء، سيرتو الطفل اللي يتربى مع البنات ويتربى في مليو فيها غير الانوثه، واللي يجبد لهم في التصرفات تاعو في الاحاسيس تاعو يجبد لهم. كما هذه الحاله معروفه في لابسيكاناليز ولا الطب النفسي التحليلي، هذا لابسيكاناليز معروفه، وان الطفل كيفاش يتحول ليدونتيتي تاعو الجنسيه، الهويه الجنسيه. احنا مقبل ما هضرناش على الهويه الجنسيه، هضرنا على الهويه تاع الشخصيه تاع بنادم، ولكن هذه الهويه الجنسيه تبدا تتاثر في هذا السن، وان بحكم انه توجور اون كونتاكت مع البنات، يرقد معاهم، يلعب معاهم، يدي صفاتهم. وفي نفس الوقت الام تخاف عليه، ما تخليهش ينفصل ويروح للعالم الخارجي ويلعب مع الذكور. وهذه الحاله معروفه في الحاله النفسيه. واش يقولوا؟ يقولوا الطفل، وهي على بالها ممكن نهضر لهذه الهضره تفهمها، الطفل الام تاعو مريحه في الكوزينه تدير باعمالها، وهو مسكين يطل من الطاقه ويشوف الذكور في العالم تاع الذكور وما يقدرش يلحق له، وان هي ما تخليهش يخرج، تلقاه يطل ويشوف الذكور كيفاش يلعبوا. بصح هذاك الحاجز اللي دارته له امه من الخوف ما تخليهش يروح يلعب مع الذكور. والحل الان واش دير معاه؟ لازم عنده عم وخال يروح مع عمه ويروح مع خاله، يدخل في المجتمع الذكوري، تقول له انت راجل، انت ماشي كيما البنات، تلبس لبسه تاع ذراري، تلعب باللعبه تاع الاطفال، هذه طفله وهذه وانت طفل، تدخل له العقليه هذه وتخرجوا، لازم تخرجوا. وفي نفس الوقت احنا كنا نخافوا على اولادنا بطبيعه الحال، بصح لازم نخرجوهم. لازم الطفله تلعب مع الطفل والطفل يلعب مع الطفله. نعم مفهوم.